حقيقة أنا شايف أو أنا تلقيت مجموعة كبيرة من الأسئلة، واكتشفت بعد مراجعتها أو محاولة تبويبها أنها هتاخد مسافة زمنية كبيرة. يمكن الجلسة دي ما تكفيش، بالقطع الجلسة دي مش هتكفي للإجابة على كل الأسئلة، لكن بقدر الإمكان هنحاول في هذا اللقاء أن احنا ننهي أغلب الأسئلة الموجهة ونحدد معاد آخر إن شاء الله دوري، عشان يبقى اللقاء دوري ومفتوح ومتجدد للاستفسارات اللي بتستجد، علشان نجاوب على كل الأسئلة أو كل الاستفسارات أو كل المشكلات اللي في ذهن حضراتكم. وأنا يعني سعيد أيضا حتى بالكبار المندسين بين الشباب اللي مش انتوا مش أنا لكن أرجو إنه ده شيء كويس، دي علامة إيجابية، التواصل والحميمية والاقتراب والمشاركة مهمة جدا في لقاءات المحامين. المحامين تواصلهم مش منقطع عند جيل معين ولا عند مستوى معين، قيمة المحاماة أنها امتداد نهر من العطاء ممتد فيه القديم والجديد والحديث وغير الحديث، لكن في النهاية المحاماة هي مجمل العمل. يعني علشان أبدأ بداية صحيحة في بداية الأسئلة، خصوصا اللي بتخص المحامين الشبان اللي في الجدول العام أو اللي فوق الجدول العام بشوية، لازم الناس تفهم أنه المحاماة مهنة حرة. مهنة حرة يعني إيه؟ يعني مهنة حرة تقوم على قواعد السوق في العرض والطلب، بمعنى أنها تقوم أيضا على الفردية، على المؤسسة الفردية، النزعة الفردية، التفوق الفردي، السباق الفردي بين المحامين. المحامين في حال السباق متواصل بينهم وبين بعض، حتى في إطار الشركة، حتى في إطار الشركات اللي بتتعمل للمحاماة أيضا السباق الفردي فيها ملحوظ، وبتتحول إلى مؤسسة فردية بتسابق باقي المؤسسات. في قيمة أو فكرة المؤسسة الفردية أو القيمة الفردية أو النزعة الفردية بتفرض نفسها في مش في قانون المحاماة، في علاقات المحامين مع بعض.